السلام عليكم، انا طارق، اهلا بكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا كويسين وفي افضل صحة وخير ان شاء الله. النهاردة حابب اتكلم معكم في موضوع بشكل سريع عن دخول البانيا. في سؤال كتير وصلني من شباب من جنسيات مختلفة، وهو بانه اذا حضراتكم عندكم الفيزا بتاعت البانيا، او لو حضرتك مصري او سعودي او من دول الخليج، يعني الجنسيات اللي بتقدر تدخل البانيا بدون فيزا، مشكلة الإرجاع من المطار. دي اللي هتكلم عنها بشكل سريع. الناس سألتني ما هي الأسئلة اللي بيسألها الشرطة الحدودية في ألبانيا. في ألبانيا لما بتصلوا، طبعا معظم الناس بيسافر عن طريق المطار أو عن طريق الطيران، وبيكون في الغالب 90% بيصل. طبعا لو جايين من الدول العربية أو من الشرق الأوسط أو من تركيا، بيكون معظم الناس بتهبط في طيران مدينة تيرانا، مطار مدينة تيرانا اللي هي طبعا عاصمة ألبانيا. فلما بتصلوا هناك، الشرطة الحدودية طبعا مش بيستجوبوا كل الناس، لكن لمعظم الجنسيات العربية بيستجوبوا المعظم، نقدر نقول أحيانا بيكون 90%. خليني أقول شوية تفاصيل، بأنه طبعا بالنسبة للمتزوجين أو واحد ومرته واحد وخطيبته واحد وصاحبته أو أيا كان، يعني لما بيكونوا كابل أو اتنين، يعني رجل ومرأة، في الغالب ما بيستجوبهمش كثيرا، او مجرد ما انه توضح انك عندكم حجز فندقي، او انتم في عطله معينه وتثبت انك جايين لغرض العطله او الفسحه وغيره، فبتقدر تدخلوا البانيا بدون مشاكل. هذه اول شيء. بالنسبه للشباب اللي بيكون وحده، يعني شاب لوحده او رجل لوحده، بيكون الموضوع اصعب، بيبدا بياخدكم على جنب اخر خارج الصف بتاعت الاختام بتاع الجوازات. لما بيكون في عدد كتير وبيكون بيتواصل مع حضرتك وفي اجابات غير مقنعه، بيخليكم تنتظروا في ركن معين في جانب معين، وبعدها بياخذ المجموعه ويبدا يستجوبكم شخص بشخص، يعني بشكل منفصل. اوكي، اهم الاسئله اللي بتتسال لحضرتكم. اول شيء بيسالكم عن الغرض من السفر. طبعا بيكون عندكم الغرض اللي هو العطله او السياحه او غيره، ده اول شيء. طبعا لازم تثبت غرض السفر. غرض السفر بتثبته عن طريق انه انت لو جاي للعطله او جاي للسفر، فلازم يكون عندك بالتاكيد حجز فندقي. لو عندك حجز فندقي، هذا اول خطوه وشيء مقنع. ثاني شيء، لازم يكون عندك تذكره عوده، تذكره عوده سواء لبلدك او البلد اللي انت مقيم فيه. يعني على سبيل المثال، انت جنسيتك جزائري، مصري، تونسي، نقول سوري، لبناني وغيره، مقيم في دولة أخرى، مقيم في السعودية، مقيم في الإمارات، مقيم في أي دولة أخرى، لازم يكون عندك تذكرة عودة من ألبانيا حتى الدولة اللي أنت مقيم فيها، أو بلدك، أو أي بلد آخر مسموح لك أن تسافر له. يعني البلد الآخر يكون عندك الفيزا أو الإقامة بتاعته. ثالث شيء، إن هو يكون عند حضرتك فلوس أو أموال كافية للعطلة. يعني لو أنت مسافر لمدة 5 أيام أو 6 أيام، يكون عندك مبلغ مالي يكون منطقي بالنسبة للعطلة. وأنا ذكرت الموضوع أنه ياريت خلوا على كل يوم على الأقل 150 يورو زائد فلوس الأوتيل. خلي المبلغ هذا معك وأنت داخل، عشان يعني مش لازم أنك تصرفه، يعني المبلغ دوت فقط للتأمين ولتسهيل دخولك إلى دولة ألبانيا. ده الموضوع بشكل عام. بعض الناس بتقول لي ألبانيا بلد مش كويس، ألبانيا بلد مش عارف إيه. أنا لا أعطيك رأيي يا صديقي، هي بلد للعطلة. أنت لو عندك خطط لمواضيع أخرى للهروب وغيره، فأنا هذا شيء لا يعنيني. أنا بتكلم بشكل بسيط للناس اللي حابين يروحوا لشهر العسل، الشباب اللي حابب يروح يشوف بلد جديد. البلد الطبيعة فيه جميلة جدا، الأسعار رخيصة، وبلد الجو فيه جميل، وبلد لسه ما وصلش إن هو يكون من الوجهات السياحية كبيرة، ولذلك الأسعار داخل ألبانيا مغرية جدا بأنك تعمل عطلة وغيره. ده بشكل مختصر حبيت أتكلم عن موضوع مشكلة الإرجاع من المطارات. آخر نقطة هتكلم فيها، بأنه لو في أي شرط غير متوفر، لو في أي شرط غير متوفر، أو بالنسبة لبعض الجنسيات مثل سوريا، مثل اليمن، مثل العراق، وأحيانا لبنان، وطبعا معهم مصر، عدد الناس اللي بتجرب أنها تأخذ الفيزا أو تسافر من هذه البلاد بتكون نسبة كبيرة جدا، والشرطة بترجع على الأقل 30% 40% منهم. وبيكون طبعا انت الافضل انك ما تسيبش، لا تترك اي سبب للشرطه الحدوديه لكي ترجعك
بدون إدخالك إلى ألبانيا. أنت التزم بالأمور اللي عندك، يا ريت يكون عندك لغة إنجليزية كافية بأنك تشرح الرحلة بتاعتك. يا ريت لو أنت لا تجيد الإنجليزية، خلي أي صديق أو أحد أقاربك أو أخوك أو أي شخص يكتب لك في ورقة هذه المعلومات: أنا اسمي كذا كذا، أعتذر أنا لا أتكلم الإنجليزية، أنا أتيت للعطلة لمدة 4 أيام 5 أيام أو أيا كان، هذا عنوان الفندق، في التاريخ الفلاني راح أرجع إلى بلدي أو وجهتي للرجوع ستكون بلد كذا كذا. يعني ياريت توفروا هذه الشروط، وإن شاء الله أتمنى أن أموركم تمشي بكل خير. أشكركم للمتابعة، لو عندكم أي أسئلة ياريت تسيبوها لي تحت الفيديو، أنا حرد على كل تعليقاتكم كالعادة. أتمنى أن يكون في إفادة في الموضوع. شكرا للمتابعة مرة تانية، نتقابل في فيديو آخر قريبا. تشاو.